الراسخة في هوية المغربية. أيها الحضور الكريم، كل ذي اسمه وصفته، سيدات والسادة ممثلو الإعلام، مرحبا بكم بجامعة عبد الملك السعيد التي تحتضن وعلى امتداد 4 أيام هذه المحطة الأولى من منتدى التراث المبني بين قوة القانون والإرهاب الفني، والذي يأتي بمبادرة مباركة من طرف السيد الوزير ومساعديه من خلال وضع برنامج لفائدة الشباب يهدف التعريف والتحسيس بالمبادئ القانونية الأساسية عبر التعبيرات الفنية والثقافية المختلفة في أفق خلق إطار ملائم لتعزيز انفتاح الجامعة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي من خلال إذكاء أسباب الحوار والنقاش حول القضايا الاستراتيجية عبر صياغة علاقة تفاعلية بين القانون والحياة اليومية للمواطن. Aujourd'hui, le métier de dentiste, j'arrive pas de le dire à mes collègues, est en train de changer avec une vitesse incroyable. Je crois que même vos métiers de notaire, d'avocat, des choses qui sont en train d'être transformées, si on ne prend pas garde, on parle de souveraineté régulièrement maintenant, on a beaucoup parlé de souveraineté énergétique, on a beaucoup parlé de souveraineté hydrique, on a beaucoup parlé de souveraineté sanitaire, mais je pense qu'il y a encore plus profond. Toutes les souverainetés médicales, juridiques, tout ce qu'on veut, ce sont des choses qui sont en train de se développer avec l'intelligence artificielle. اولا بغيت نشكر المنظمين، وهذا اللقاء هذه هي مبادره اللي داخله في السياق العام ديال التحول ديال منظومه التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اللي هذا الشيء تاع المهارات الذاتيه والكفاءات الافقيه واللغات كذلك داخلين في صلب التكوين. وعلاش كنتكلموا على جامعه الغد ولا جامعه 4.0 اللي فيها الثقافه وفيها تمكين ديال الشباب اللي ولا كيوجه يعني التصور كامل ديال الجامعه المغربيه. واليوم الجامعه المغربيه في هذه المداره هذه منخرطه في جميع التحولات اللي كتخلي الشباب ماشي غير يجيو للمدرج ويسمعوا الاستاذ ويقراوا الدروس، تخلي باش يكون واحد المكان اللي الانسان كيتكون فيه ذهنيا وكيتكلم فيه جسميا، وكتعرفوا المكانه ديال الثقافه والمكانه ديال الفن بالنسبه للتكوين ديال الانسان اللي كتعطيه المناعه وكتعطيه واحد يعني القدره باش يواجه التحولات اللي كاينه. وكنقولوا بان لي ليدر ديال الغد غادي يكونوا لي ليدر اللي عندهم كفاءات افقيه ومهارات ذاتيه، ومنهم هذا الشيء اللي كنعملوا اليوم اللي غادي نعموه، لان غادي تولي في كل جامعه باش يكونوا التدورات بحال هكا، ولكن غادي ندخلوا يعني التدريس والتعليم ديال هاد الكفاءات باش نفتخروا بالباتريمون ديالنا الفني والثقافي والموسيقي والتاريخي. هادشي كله خصو يدخل في صلب التكوين ديال الشباب ديالنا ان شاء الله. تنظم اليوم جامعه عبد الملك السعدي بتعاون مع الوزاره الوصيه هذا اللقاء اللي كيتراسه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اللي كيهدف التكوينات الموازيه للطالبه والطالب، بحيث ان الموضوع ديال اللقاء هو العلاقه الوطيده ما بين الفن والقانون. هذا تفكير جديد اللي غادي نعملوا جميع من اجل التحسيس ديال الطالبات والطلبه ديالنا انهم يقوموا بتكوينات موازيه للتكوينات الاساسيه ديالهم، بحيث ان الطالب والطالبه الخريج خصو يكون عنده تكوينات موازيه اللي كتعطيه قدرات يعني ثانويه باش كتمكنوا انه يقوم بالواجب الوطني ديالو على احسن ما يرام. ومن ديك الساعات غتكون الاستجابه ديال المتطلبات ديال سوق الشغل وديال التهيئ ديال المواطن الصالح اللي كيخدم بلاده كيف ما بغى صاحب الجلاله الله ينصرو. وكنغتنموا هذه الفرصه باش نباركوا ليه في الحفل ديال عيد العرش المجيد، باش يمكن المواطن ديال المستقبل، مواطن الغد، يكون مواطن صالح خصو لابد من واحد التكوينات اللي هي موازيه للتكوينات الاساسيه ديالو. Et voilà pourquoi le quartier vit
pris en charge, en fait, maintenu par la population. Encore voilà une photo avant, une photo après, c'est que dans la médina de Chouchaouen, tout n'est pas authentique. اللقاء ديال اليوم اللي نظمته الوزاره اللي نظمته وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يعني لقاء مهم لانه فيه وربما لاول مره انفتاح على الشباب وادماج الشباب يعني في كل ما هو قانوني ويعني وانفتاح الشباب على النقاش مع لي زارشيتكت مع المحامون مع يعني الهيئه ديال المعماري هذه كلها جوانب مع الفنانه حقيقه هذا اللقاء اللي نظمته الوزاره واللي جهه طنجه تطوان شريكه اساسيه في هذا العمل ما يمكننا الا انه بالوزاره بالجامعه عبد الملك السعدي ورئيس الجامعه عبد الملك السعدي اللي في الحقيقه منفتح وشريك اساسي مع جهه طنجه تطوان الحسيمه وحنا اللي تهمنا هو الطلبة ديالنا والشباب ديالنا اللي هما المستقبل انهم يكونوا على علم وعلى دراية لاننا تبعت اليوم وسمعت نقاشات يعني الكلمة التوجيهية ديال السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك ديال رئيس الجامعة اللي كان فيها الحقيقة نقاش مفتوح يعني بشراكة مع جميع يعني المتدخلين وكذلك مع جميع يعني الشركاء اللي هما كما قلت لي زارشيتكت الى اخره من المحامون فنانه هذا عمل في الحقيقه ربما الاول من نوعه على صعيد الجهه طنجه تطوان الحسيمه فهنيئا لوزاره التعليم العالي على هذا الانفتاح وعلى هذا العمل المهم.